اختتمت اليوم فعاليات بطولة البحرين الإيجابية للرجل الآلي بنسختها الثالثة بمشاركة ما يزيد على 90 فريقا تنافست فيما بينها لحصد المرتبة الأولى التي تؤهلهم للظفر بشرف تمثيل المملكة في بطولة فيكس العالمية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في شهر إبريل القادم. جيل صاعد يميل كل الميل نحو إنزال إنجاز معرفي يسجل بحقه، حق المجتهد على المجتمع أن يوضع في إطار المتميزين الذين لا يعترفون بكل معاني المستحيل في إنفاذ آلات متحركة يسيطرون عليها عن بعد، صممت بشكل مبدئي لغايات العلم والترفيه، وقد توظف مستقبلا في أمور حياتية أساسية إن استغلت بشكل صحيح. بطولة البحرين الإيجابية للرجل الآلي بنسختها الثالثة نافذة نحو العالمية، تدعو من أقبل فأوعى ضرورة تطوير مهاراته التقنية والعلمية، فضلا عن إحداث رقي يلازم طريقة التفكير الإبداعي ليكون نتاج ذلك حصاد علمي وفير. حماس يعني رهيب، والكل هلأ يعني تنافس شريف طبعا في الهدف الوصول إلى المراكز الأولى للتأهل للمسابقة العالمية في أمريكا اللي ستقام إن شاء الله سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر 4. الفرق طبعا في القسم اللي احنا موجودين فيها قسم المراحل الابتدائية، وفي القسم الآخر المراحل الثانوية. طبعا احنا كثير بنتشرف كمان انه البحرين كانت هي المستضيف الأول لهي المسابقات على مستوى دول الخليج والدول العربية، والشيء المفرح انه احنا استضفنا لأول مرة فرق من شرق آسيا. داخل الورش هذه آيات شابة حصرتها على مدار يومين ساعات من العمل المضني، وآراء متنوعة صاحبتها أفكار جالت في أجواء الواقع الملموس، ليتم الإفصاح عن ماهية روبوتات اشتدت معها قمم المنافسات التي أعطت للبطولة رونقا خاصا، تعالت فيها أصوات المناصرين لفرقهم ليغني كل على ليلاه، وليأتي نهاية النهار الطويل كاشفا لهوية الفائز الذي استحق. ايه يمكن نفوز، وبس يعني يمكن نفوز، بس في المدارس وايد يعني وايد زينين، بعد البطولة وايد تنس، صار لنا متدربين حق البطولة من اسبوعين بس قدرنا نسوي ونضبطه في اسبوعين، وكنا نشتغل ساعات وايد طويلة عشان نجهز الروبوت حق المسابقة. الروبوت هو حق ايش؟ حق ان الفكره لازم يقطع الستارز حق الصوب الثاني مع المكعبات. ان شاء الله هاي ثالث سنه، وان شاء الله نطمح في الاحسن والاكسلنس اوارد اللي ودينا امريكا. صراحه الوزاره اعطتنا تصريح قبل المباراه قبل شهر او شهرين، فحاولنا ان احنا نضغط، ورحنا في هاي شهرين ونص او شهر ونص سوري، والحمد لله سوينا شيء وايد مميز. معايير تحكيمية أتت مناسبة لطبيعة تحديد الفائزين وما سيفرز ذلك شخصية المتحدي لخوض غمار بطولة فيكس العالمية التي ستستضيفها أمريكا إبريل المقبل. ما يقارب 90 فريق دشوا معنا، ما بين طبعا ابتدائي وإعدادي وثانوي. طبعا كانت البطولة بدايتها وايد حماسية من البارحة، واليوم إن شاء الله النهائيات. التحكيم والتأهل إلى أمريكا طبعا يقام على أساس الفائز في البطولة. الفائز عبارة عن 3 فرق يتكونون تحالف واحد، وكذلك عندنا بعد اللي هم اللي فائزين بالإكسلنس أورد، ألا وهي جائزة التميز الكبرى. شكرا جزيلا. هي أطياف من تقنيات شتى تكفل بإحقاق إبداعها العلمي، ألباب قد شغفها حبا مراودة عالم الروبوتات، عالم لا يخوض فيه أي خائض إلا إذا تمتع بالثقة المعرفية الكافية. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.